مرحبا نادين. مرحبتين. اهلا فيك في توم ريدر الاولمبي. شكرا. حابين نعرف شو سر الاختفاء وين كنتي هالفتره كلها عن الاعمال الفنيه؟ اكيد كنا اول فيرجن انت بتعرف محمسه كثير ان انضم لفريق لارا كرافت توم ريدر. سو من بعدها اخذنا استراحه صغيره ركزت على اعمالي وبتعرف انا عندي شركات سو انغمست كثير باداره الاعمال. من بعدها اجت فيرجن 3 اتصلوا فيه شركة سكوير انكس قالوا لها حابين كثير انك ترجعي وتنضمي لفريقنا لتكوني لارا. ما في احلى منه كان هالاتصال على قد اجا. طيب شو الفرق بين شخصية 2013 اللي لعبتيها وشخصية؟ فرق بين الأرض والسماء. بالفعل كانت لارا فتاة مندفعة صغيرة قوية بس منها موجهة مظبوط، ما بتحس عندها تركيز على اللي عم تعمله، بس في قوة، في قوة مندفعة لقدام. بال 2018 شادو أوف ذا توم ريدر صارت امرأة نضجت كبرت مشاعرها كتير كترت، للغير للزعل للقهر للموت للوجع للفرح للانتصار لعدم الاستسلام، كل شيء قطعت فيه لارا. سو انت كأنك كبرت مع انسان وشفت تصرفاته عم تتغير. هيدي لارا. شو النهاية؟ صدقني ولكل الجيمرز ما رح تتوقعوا اللي رح تشوفوه بقلب اللعبة والنهاية. خدع من الاساس، من الاساس. هل تجربتك الاولى اثرت على ادائك في الجزء الثاني؟ اكيد الجزء الاول ساعدني اني ابدا مزبوط بالجزء الثالث. اول شيء لتقدر تكون لارا كرافت بدك تفهم، ما بتقدر ابدا تأدي صوتها اذا ما بتعرف مين لارا. والجزء الثالث كان بنفس الوقت أصعب بكتير من الجزء الأول، لأنه بعدني مخبرتك قد ايه كثرت مشاعرها. طب ما كل هدول المشاعر لازم تحسس اللاعب فيهم بس بالصوت، وما عندك صورة قدامك وعم بترجم من الإنجليزي للعربي. So it was a bit difficult بس وصلنا للي بدنا إياه. كانت a good jump start version 1، بس version 3 was on a whole different level. كم استمرت تسجيل؟ بقينا يعني المدة الزمنية مش عدد الجلسات تقريبا 3 شهور. كتير؟ في خبر عنا يعني تقريبا كان 8-9000 سطر، يعني شي 80,000 كلمة. اوعى ونام لارا، اوعى. عشت على لارا كرافت على 3 شهور، ما اعمل شي غير لارا كرافت. هودست اخر شي بلارا. هاي السنة بتطلع ولا السنة الماضية؟ لا هلا 3 شهور، يعني احنا خلصنا تسجيل باول هيدا الشهر. ممكن تخبرنا عن الممثلين والمخرج؟ مين كان معك في الأدوار؟ ما بقدر خبرك عنهم لأنه لا في منهم تعرف، مثلا جونا. جونا العلاقة معه حلوة، أنا بحبه يا جونا. يعني جونا بتحس الصديق اللي ما بيتركك بعمره. بقى بتشوفه علاقة لارا وجونا مثيرة للاهتمام بهيدا الفيرجن، وبتشوفه كمان جونا بنفس الوقت انا بلاقيه محور اساس بهيدي الفيرجن، لانه بالفعل كان مثل صوت الضمير للارا، وراح تعرفوا ليه باللعب. طيب مين الممثلين اللي شاركوا؟ الممثلين اللبنانيين اللي شاركوا معك؟ ما كان في ممثلين لبنانيين ابدا غيري. بس انت والممثلين جونا والشخصيات الثانيه كيف؟ عندي فكره. صدق عن جد ما عندي فكره. طيب مين المخرج؟ ما في مخرج. كيف؟ اوكي. يعني مش انا يعني ما عندي علم بالموضوع فيه. شفتي فيلم توم بريدر اللي نزل السنة؟ شفت. شو رايك؟ انا بحب الاصلي. ما بقدر، انا كبرت عليها. كبرت عليها يعني كل الافلام اللي عملتها انا كبرت عليها، تعلقت فيها، تعلقت بالكاركتر تبعها. هلا بتقلي انه يمكن الشغله الايجابيه بالريبوت هلا الجديده تبعها انه المثله تعطيك كاركتر لارا. مظبوط. اوكي وتركز اكثر على كاركتر لارا، هونيك بدك تركز اكثر على انجلينا. بس نوع الفيلم كل شيء شعته بتحن على القديم، انا هيدا بالنسبه لي. شو مشاريعك المستقبليه؟
ان شاء الله شيء جديد مع لارا. غير لارا بعيد عنها. اكيد باداره الاعمال يعني من ديزاينر 24 يلي هو هلا تركيز الاساسي او ان كان مايكروبيتس شركه الثانيه. انا فعلا يعني دراستي وقلبي باداره الاعمال وان شاء الله اكيد بال 2019 اول سنه 2019 عنا برنامج تقديم برنامج ان شاء الله. كل ما خير العشاق تمريدر. لا كل عشاق تمريدر، انا بدي اشكركم على كل هالمحبه اللي عم تقدموا لي اياها من 2013 لليوم بالفعل، وناطره كل تجاوبكم على السوشيال ميديا. سبتمبر 14 ما تنسوا تحملوا اللعبه باللغه العربيه وتلعبوا هالجيم وتشوفوا قديش تقدمت فعلا وتعطوني رايكم باداء الصوت. تسلمي. ثانك يو. لا ميرسي. ثانك يو. تشرفت. بنضلنا على تواصل ان شاء الله.